فقرة النهاردة معايا دلوقتي فقرة مختلفة خالص عن الفقرة الأولانية. هتكلم معاكم، انا وعدتكم في البداية ان انا بلقي الضوء على مختلف المجالات، مش بس بركز التميز والإبداع في مجال المجالات العلمية او الثقافية وبس، لا، انا كمان معايا النهاردة فقرتي حلقة فيها الضوء على الحرف المصرية. معايا دلوقتي شاب بسيط شاف فكرة صناعة الأحذية الخليجية وحب ان هو يطبقها داخل السوق المصري، شاف الفكرة وعجبته وعمل ورشة فنية متواضعة في الحوامدية. يلا بينا نرحب بالضيف. برحب بيك يا محمود، اخبارك ايه؟ فندم الحمد لله رب العالمين، واشكر أسرة البرنامج وقناة الصحة والجمال، وان شاء الله رب العالمين يا رب يجعلها ان شاء الله رب العالمين خير لينا والمصر كلها ان شاء الله باذن الله. يا محمود، عايزه اكلمك واقول لك كلمني عن المنتج اللي معاك، او انت الفكره جات لك ازاي؟ والله الفكره جات لي ان انا اتعلمت مع والدي، اتدربت، اداني جزء من المهنه وبدات اتعلم بره، وجي عمي ليا عمي برضو اصغر منه اسمه حسن، طبعا وصلني برضو ايه، اداني كم معلومه وبدات ان انا اشتغل ادخل في مجال الجلود والنعل بيتصنع ازاي والكلام ده كله. بدات ان انا اجيب الموديلات وانفذها. يعني انت بتعمل الاحذيه الطبيه زي ما انا شايفه، انت جايب لنا مجموعه من المنتجات. هو المنتج كله يعتبر طبي، النعل ده نعل طري. تاني حاجه احنا بنقول للزبون على المنتج ده يعني البسه 3 سنين. في ناس بتقعد حوالي يعني ارفع ايدك فوق شويه يا محمود. اهو المنتج اهو، ناس بتقعد 3 سنين لابساه وبيفضل زي ما هو، ممكن اخره ان هو يتغير. الفرق بين ده وبين النعل التاني؟ النعل التاني بيبقى خامه اسمها مروتان ناشف. الخامه دي، انما اللي احنا بنصب بيها احنا بنصب بخامه مروتان طري، فبنحسن الجوده غير الجوده اللي بتيجي من بره. يعني اللي لابسه مش برجليه بتتعبه ومش بيحس بالم بعد مشي طويل بيه؟ لا لا لا، ده لو راح لدكتور هيقول له البس دوت. يعني ده مخصص للراحه، مريح جدا. الشبشب جلد طبيعي، بره بيتعمل سكاي على حاجه اسمها قشره، بيحطوا قشره من جوه ويلزقوها طبقتين من الداخل. احنا مش عاملين طبقات، احنا عاملين طبقه واحده. يعني انا شايفه ان ده تقريبا جلد طبيعي. جلد طبيعي. خامتك ايه؟ انت بتشتغل كله جلد طبيعي ولا بتنوع؟ لا لا، شغال جلد بقري، انا ما بشتغلش سكاي. كل المنتج بتاعي جلد طبيعي، انا ما بدخلش حاجه سكاي معايا. برضو بعمل حزام جلد طبيعي. ورينا كده الخامه بتاعت الحزام. زي ما هو ده نوع الجلد اهو، حاجه طبيعه. ده اسمه جلد كواري. انا شايفه ان هي الخامه بتاعته تقريبا طبيعي فعلا زي ما انت بتقول، ما فيهوش حتى يعني هو بيعمل قشره او بيتنى التانيه بتاعته تعلم فيه او كده. جلد طبيعي 100%، والعيار زي ما يعني التخانه جامده جدا. مش وحشه، اللي هو مش كل شهر بقى يشتري حزام. لا لا لا، المنتج كل الحاجات دي كانت بالمفروض ان هي كانت بتيجي من بره، احنا وصلنا للموديل وبدانا ان احنا نصنعه. ده شبشب برضو اهو. طب انت بتشتغل في الرجالي بس ولا كله؟ لا، هو انا شغال رجالي بس. لو في مثلا حاجه حريمه جت انا ديزاين او تصميم تقدر تنفذه عادي. انفذه بكرتونه انا قاعد. تمام، احنا كده برضو يعني ممكن يعني صوتك برضو او شكلك او صورتك، صورة المحل والورشة والتصميمات اللي انت بتعملها، شايف ان انت عامل مقاسات صغيرة هنا كل حاجة تقدر توصل من خلالها لأصحاب المصانع اللي حابين برضو ان هم يتعاملوا معاك. انت تقدر تصمم اي منتج او اي ديزاين تقدر تصممه على طول. انا بصنع ومعايا اخواتي موجودين معايا. هو حضرتك اللي بينفذ اللي بيصمم واحنا بننفذ هم بينفذوا ورايا. احمد وايمن وجمعه ومحمد. احمد عبقرينو. كلنا هي الشهره المحل. انا خدت كلمه عبقرينو الحمد لله رب العالمين عشان افعل بيها وابدا اشتغل بيها. جبت كلمه عبقرينو طيب منين؟ كلمه عبقرينو يعني عبقري يقدر يعمل اي شيء. هو بدا واحده واحده من الصفر يعني. بس فطبعا عملت صممت الشبشب، هو كل المطلوب ان انا بنتج بس عايز حد ان يوزع لي. يعني مطلوب ان حد يشجعني انا. اهل الحوامدية عندي بصراحه، يعني انا من مدينه الحوامدية، اهل الحوامدية بيشجعوني وبيشتروا مني. بس شوف بقى 3 سنين. يعني انا طب اسعارك ايه محمود؟
الاسعار بسيطه جدا في متناول الجميع ولا لا 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 لا, لا بسيط جدا. انا بقول لك يا فندم, انا بعد اذن حضرتك انا اديت شبشب لزبون جنبيه قعد معاه قلت له الضمان 3 سنين بالبق, انا ما بديش ورق. بعد سنه اسمه الحاج حمدي جاري الحاج حمدي ابو شافعي, فجاء بعد سنه قال لي انا هحط على الستاند عشان اخد واحد مكانه جديد. يعني الجوده اكيد بتحكم على الجوده. المنتج ان هو زهق الشبشب قاعد معاه سنه عايز يجيب غيره, عايز يجدد, عايز يجدد الموديل. والله بنفس الطريقه راح حط على الستاند فبقول لي اخد شبشب غيره, قلت له لا يا فندم انا الضمان على ان الشبشب بتقطع, الشبشب ما تقطعش بالظبط, ارجعه ليه. محمود دورك ايه مع احمد, دورك ايه مع محمود في الورشه؟ حضرتك احنا من سن 8 سنين شغالين مع والدي الله يرحمه, هو اللي معلمنا كل حاجه. يعني كان عندكم دباغه جلود او شغالين في دباغه الجلود او في الخامات؟ كنا فاتحين الاول تصليح يعني. ما دام تصليح يعني نصلح مثلا الشبشب حذاء مش عارف ايه كده يعني. وبعد كده بقى احنا مثلا يفصلوا مثلا الحذاء الوش ويصمم النعل واحنا بنقفله يعني. انت اللي بتقفله؟ مين اللي بيتعامل في مصدر الجلود؟ مين اللي تبعته يجيب الخامات ويجيب الحاجه؟ الخامه انا. انت اللي بتبعت, انت اللي بتروح تجيبها بنفسك؟ الخامه موجوده في الروبيكي. طيب انا شفت لك فيديو انك انت بتصنع الاحذيه الطبيه المخصصه للي عندهم بتر. لو حد عنده بتر بعمل له الحذاء بتاعه, بيجيب لي الجهاز. طبعا الجهاز ده بيجي من جهه اللي هي جهه الطب, انا ماليش فيها. جهه الحكوميه الطبيه. انا اقدر افصل له الحذاء على الرسمه اللي موجوده من الدكتور. هو بيجيب الحذاء القديم وهو بيصمم عليه يعني. لو الفيديو جاهز معانا يا جماعه نشوف محمود وهو بيصمم على ولسه الحمد لله رب العالمين انا بداتها بمكنه ب 3000 جنيه النهارده. انا لسه مستورد مكنه من الصين. حضرتك انا بعتها البرنامج اكيد موجوده الحمد لله رب العالمين. يعني المفروض ان هي بتعمل انتاج مصانع مش انتاج ورش, مش انتاج يعني فردي او قطع صغيره. انتاج جامد مهول يعني, بس ربنا كرمنا ان احنا نقدر نجيب زبون ونقدر نوزع ونقدر نزود عماله. شوف الخامه الكويسه اكيد يعني هيكون لا غبار عليها الجوده. طيب هنطلع مع بعض نشوف الفيديو بس كده من غير صوت. انت كده ماسك جهاز في ايدك. ايوه خاص بمريضه. أيوة. عندها بتر او عامله بتر. ايوه فهمت. انت بتعمل لها بقى ايه دلوقتي احكي لنا. انا عملت الحذاء المفروض ان اي حذاء هتجيبه من اي محل مش هيركب على الجهاز لان الجهاز واخد عرض جامد. فانا ببدا اخد المقاس من بره وابدا اصمم جوه الحاجه اللي هتنزل فيها الجهاز. تنزل يعني بتطبقه عليه؟ يا فندم باخد نفس المقاس بالظبط وببدا اشتغل عليه ان انا رايح المريض ما بقاش تعبان يعني, بقى ماشي برجله عادي اكنها يعني طبيعيه. واخده بالك الجهاز بيركب ازاي؟ انا بصمم الجهاز من الاول بعد كده بركب الجهاز في قلب الايه يعني. انت لازم يكون المريض يبعت لك الجهاز وتعمل عليه الحذاء. وفي لو في مريض عنده رجل عاليه او واطيه بتبقى في فرق سنتي او 2 سنتي بعدله بعملها جوه الحذاء. بتصمم له حذاء خصيصا بصمم له من الالف للياء. طيب عنوان محمود في الحوامديه, عنوان ورشة عبقرين وللأحذية الخليجي محمود في الحوامدية أمام مدرسة بسام متفرع من شارع الجمهورية. أمام مدرسة بسام شارع المنشية. منزل الحاج فهمي أبو شافعي. أصحاب المصانع الموزعين اللي حابين يتعاملوا بخامات كويسة وجودة عالية وطبية, محمود بيقدم لنا من خلال ورشته المنتجات اللي جايبها معاه النهاردة إن هو بيصنع الأحذية الخليجية في السوق المصري. هرجع تاني لأحمد. قول لي يا أحمد أنت بالنسبة للشغل أنت شايف في قبول من الناس على المنتجات اللي أنت بتصنعها؟ طبعا الحمد لله في قبول طبعا, لأن الشبشب الحذاء مثلا بيبقى معزوم مثلا سنة واثنين وثلاثة, فمضطر إن هو مثلا الزبون بدل ما يشتري حاجة مثلا صينة وحاجة مثلا من بره تقعدش معاه بيرجع لنا إن هو مثلا ياخد حذاء من ده. طب أنا شايفة إن أستاذنك بس كده, أنا شايفة إن الحذاء فيه ارتفاع. بس بياخد ويدي زي النعل الطبي بالظبط. يعني هو ده هيبقى مريح جدا في المشي. طبعا بيريح الرجل. تمام. انا برضو شايفه خامات طب برضو اسعار الحزام يعني. برضو في متناول الجميع ولا بتكون سعرها عالي بما انها جودتها اعلى فاكيد سعرها هيبقى عالي. اقل من نص سعر بره يعني. انت لو هتجيبيه من بره عندنا هيبقى التكلفه اقل من النص. الحذاء الخليجي قال لي الحذاء الخليجي دلوقتي ب 500 جنيه. قال لي حذاء خليجي احنا اقل من النص بكتير يعني. مش محمود عامل خصم لكل الناس اللي هتتصل عليه وتقول له ان هي شافت الحلقه بتاعته. كل الناس اللي هتتصل عليه وهتتواصل معاه وعايزين منتج من المنتجات اللي عرضها على الهوا, محمود هيطلع لهم باسعار كويسه جدا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله زي ما وعدنا قبل ما يطلع. مش كده برضه؟ لا يا فندم, ولو المنتج
خده وما اتباعش استرده بتاعك بتاعي انا 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 بتكلم يعني محمود كمان عنده حته ان هو يعني ارتجاع المنتج في حاله عدم بيعه عدم بيعه يرجع لي تاني وياخد فلوس تاني انا واثق في المنتج طبعا الحمد لله انت اكيد وعشان واثق طبعا في الخامات بتاعتك وبعدين النعل اهو يا فندم معلش انا هفك الشبشب على الطبيعه اي شبشب هنجيبه من بره مش هنقدر نتنيه كده شبشب اهو انا بتني النعل اهو مفيش اي حاجه مش متاثر ولا هتدخل تدخل عند اي بياع بيبيع حذاء زي ده مجرد ان هو يتني كده اقول له لا ستوب انا ما بقولكش ما تتنيش اتني براحتك واعمل اللي انت عايزه الحذاء اهو خامات عاليه يعني. ده يدل ان هو طبي مش لو مش طبي مش هيتني بالطريقه دي في ايدي الحذاء زي ما احنا شايفين اهو جلد طبيعي الخامه الطريه بتاع النعل وزي ما قلت المنتج في حاله ان ما يتباعش يلزمني تاني مفيش مشكله ربنا يوفقك وان شاء الله الورشه بتاعتك تكبر ويكون عندك مصنع ويكون عندك فروعه باذن الله. نيجي بقى للضيف الاخر احمد ابو الذهب. ايه يا احمد قصتك في الحوامديه؟ يعني انت واخد شهره كبيره جدا، انت راجل مشهور اكتر مني. في موهبه في الحوامديه كتير باذن الله هطلعها برضو موهبه. يعني الحوامديه بالنسبه لك او انت شايف الحوامديه، يعني كلمنا عن الحوامديه ورجاله الحوامديه. الحوامديه مدينه وفيها موهبه كتير برجالتها وشبابها، وانا بفخور ان انا من الحوامديه. الحوامديه مدينه بتشكر مين يا احمد؟ كتير. بتشكر مين من خلال وجودك النهارده في البرنامج؟ استاذ محمود، استاذ جابر اللي هو الشارب احمد. يعني محمود مشهور عندنا في الحوامديه من صغره عالمي. وبشكر برضو الدكتوره عبير ابو العيله، يعني مش سايبانا في الحوامديه معايا. دكتور عبير ابو العيله بشكرك، وكيله المراه في رئاسه الجمهوريه، بشكرك على الدور يعني اللي حضرتك قايمه بيه على مستوى حقوق المراه ودورك في وقفه جنب يعني الشباب. صراحه انا في الحوامديه خالص. وبشكر برضو اختي اللي الفضل عليا بعد ربنا، هي اللي شجعتني ان انا اتعامل مع الناس واطلع مع الناس. ام يوسف قاعده في السعوديه وعندنا موهبه برضو في الحوامديه، ابن عمي سيد احمد باذن الله عن قريب ان انا اطلعه ان شاء الله باذن الله. وبشكركم وبتمنى لكم كل توفيق ونجاح. ويعني المجتمع لا يقتصر على المجالات العلميه والطبيه والثقافيه فقط، الحرف المصريه يعني متواجده وناجحه، ونشجع الحرف المصريه وضم صوتي لصوتكم. وبتمنى لكم كل توفيق وان منتجكم ان شاء الله يكسر الدنيا ويكون عندك فروع ويكون عندك مصنع. زي ما قلت لكم محمود واعد كل اللي هيتواصل معاه من خلال البرنامج ان شاء الله ليه اسعار مميزه جدا جدا ان شاء جدا. الله رب العالمين. بتمنى تكون فقراتي عجبتكم ويكون البرنامج كان خفيف على قلبكم النهارده. انتظروني وحلقه قادمه باذن الله، اشوفكم على خير. رأيت لأن نشوف الفيديو ده مع محمود خاص بمنتجاته. تشكر مين يا محمود؟ أشكر حمادة عبد جواد، ساعدني ووقف معايا. حمادة عبد جواد راجل بيبيع جملة وراجل كويس جدا ووقف معايا بصراحة. وحسين عمر البدوي برضه أشكرهم، وأشكر الحاج عبد أبو شافعي، وأشكر بلدي الحامدية إن هي وصلتني لهنا. شكرا لك يا محمود. ويعني باكد على شكر وتقدير للكادر الطبي بمدينه كفر الزيات. بقدم شكر للدكتور رامي النجار، دكتور النساء والتوليد والحقن المجهري. بقدم برضو برقيه شكر وتقدير للدكتور احمد فهيم. بقدم برقيه شكر للدكتور احمد عزت اخصائي التغذيه العلاجيه. بتمنى لكم كل نجاح وتوفيق، وشكرا لكم والى اللقاء.